إذن بعد أن شاهدنا لقطات لما جرى في جلسة اليوم، واحدة من الموضوعات التي طرحت وجرى النقاش حولها قصة التعديلات الواردة على قانون سلطة إقليم البتراء، آسف العقبة، وجرى نقاش حول هذا الموضوع. الحديث حول ما جرى والملاحظات الوازنة التي كانت في الموضوع، معنا على الهاتف سعادة النائب الدكتورة ديما طابو. مساء الخير سعادة النائب. أهلا، مساء النور أخ عمر، تحية لك ولكل مشاهدي يرموك. يعني اليوم ربما كثير حتى من الوكالات الأنباء المحلية والعالمية تحدثت عن الحوار والنقاش الذي جرى، وكان لك تغريدة حول هذا الموضوع، خشية من أن يكون هناك شراء أراضي وعقارات من قبل الصهاينة. هل انتهى النقاش؟ هل فعلا هناك خشية حقيقية؟ هل الحكومة بددت هذه المخاوف؟ يعني حدثينا عن مجمل الأجواء التي كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي، هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هذا القانون، هو قانون سلطة إقليم البتراء التنموي. تقريبا هذه، يعني أنا فيما أذكر، هناك على الأقل مرة سابقة في عمر هذا المجلس، ويعني علمت من زملائي أن كانت هناك أيضا مرات قبل ذلك، وكل مرة يرد هذا القانون، وآخر مرة رد فيه عهد فيه إلى لجنة السياحة على أساس أنها تعمل تعديلات تضمن أن لا تتسرب أراضي البتراء إلى أي جنسيات ممكن يعني تسربها إلى صهاينة، أو حتى هم بنفسهم يقوموا بهذا الشراء. وإحنا لا نتعامل مع مخاوف أخي الكريم. لدينا بعض الممارسات الصهيونية فيما يعرف في مقام النبي هارون، حيث حاولوا أن يقيموا يعني طقوسهم، أو أقاموا طقوسهم التوراتية، وحاولوا أن يدفنوا هناك حفريات باللغة العربية، إلى أن تم كما تعلم إغلاق المقام من قبل وزارة الأوقاف. فنحن نتعامل مع حقيقة واقعة وليس مجرد تخوفات. ناهيك أن هناك أساطيرهم التوراتية تقول أن البتراء هي المدينة المحصنة التي سيذهب إليها اليهود في آخر الزمان. فأنت تتعامل يعني مع 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 مع, مع أشياء خطيرة يعني تصير على أرض الواقع، وأيضا مع يعني ممارسات ورواية مع بعض تطلعاتهم الدينية المستقبلية. فهذه ليست مخاوف، ولا يمكن للحكومة يعني بمجرد تصريح من وزير، مع الاحترام للجميع، أن تبدد هذه المخاوف. نحن نجد أن نتعامل مع قانون كان اقتراحنا. الكثير من الزملاء كما تعلم جلبة يعني كبيرة في المجلس، وأنا أعتبر هذه جلبة محمودة كلما تعلق الأمر بمصلحة الأردن ومصلحة أراضي. نحن مع أن يتكن هناك استثمار ليس في البتراء فقط، ولكن في أي محافظة أردنية، ونتكلم كنواب وطن وليس كنواب مناطق. ولكن نحن لا يجب هذا الاستثمار أن يفتح لغير الأردنيين. لماذا أقول لغير الأردنيين؟ لأنه حتى بعض العرب كما تعلم أخي الكريم يسربون أراضي في القدس للصهاينة، ومن هانت عليه القدس لن تكون هناك أي مدينة أخرى يعني لديها منزلة لديه. فمن هذه المخاوف نحن نفتح الاستثمار ونفتح الصناعات وما إلى ذلك، ولكن بشرط أن لا تكون لغير الأردنيين، وبذا نضمن أن أحدا لن يستطيع التسرب تحت جنسية أوروبية ويكون يعني ديانته يهودية، لأنه كما تعلم الجوازات الأوروبية لا تذكر الديانة. أنت ممكن تقول لك هذا أمريكي أمريكان، ما بيذكر إنه جوش يهودي، وهكذا يعني بقية الدول العربية، لأن هم بيتعاملوا معها كديانة وليست كجنسية. فبالتالي يعني ممكن أن تتسرب الأراضي من خلال الجنسيات الأوروبية ويكون في الأصل للصهاينة، ونفس الشيء ممكن أن يشتري العرب للأسف ضعاف النفوس ويسربوها للصهاينة. لذلك في هذه المناطق بالذات التي لها أهمية الصهاينة هناك مؤامرة ضدها، ويجب أن يعني أن نضمن أن لا شيء ممكن أن يصيب هذه المناطق. وافتحوا الصناعة وافتحوا المشاريع، ولكن للأردنيين فقط. أين وصل هذا الجدل مع الحكومة؟ يعني ما النتيجة؟ للأسف أيضا اليوم من الممارسات غير الغير يعني السياسية السليمة، يعني كان هناك اقتراح بأن تماما يعني يرفض القانون ويبقى القانون الأصلي على ما هو عليه، ولكن للأسف يعني إدارة الجلسة لم تكن موفقة اليوم، ويعني لم تكن عادلة في التصويت. ففي البداية قالت أن فقط 40 من أصل 85 صوتوا مع القانون الأصلي، وهذا كان الأصل أنه ينجح ويتم القانون الأصلي ويبقى على ما هو عليه. ثم أعادوا، وهذه من الالتفافات التي تحصل يعني أكثر من مرة في مجلس النواب، أعادوا التصويت مرة أخرى، فبقدرة قادر خرجت النتيجة 45 من 80، وتم إعادة القانون إلى اللجنة. ولكن الحمد لله ما رأيته اليوم هي من اللحظات القليلة التي أستبشر فيها في أداء المجلس، أن هناك حرص على البلد
حرصا على الوطن، حرصا على الأراضي. هذا الصراحة اليوم كان مدعاة للفخر أكثر من أي يعني من جلسات كثيرة يعني في عمر هذا المجلس والأربع سنوات. الوزيرة تحدثت عن ضمانات. أخي ليس هناك ضمانات، أنت لو وضعت، وكثير من المحللين السياسيين الذين تحدثوا في هذا الأمر قال لك ليس باستطاعتك أن يعني لو أدخلت إلى السيستم أن تتعرف إلى عدد الجنسيات التي يملكها شخص بعينه. تعرف أنت في ناس يعني ممكن أن تزور ذلك وتتمتع بجنسيات مزدوجة وما إلى ذلك، فالضمانات الحقيقة يعني ضئيلة في هذا الأمر ولا يمكن التأكد منها دائما، ولا يمكن أن تعتمد أن يفصح هذا الإنسان عن جنسيته. يعني أنت تتركه للإفصاح، هذا يعني قد يفصح وقد لا يفصح. لذلك الضمانات الوحيدة هي أن تبقى حكرا وحصرا على الأردنيين فقط، هذه هي الضمانة الوحيدة لتبقى هذه الأرض يعني أردنية صرفا 100%. وبالذات أخي يعني تتعاظم أهمية هذا الأمر ونحن الآن نواجه صفقة القرن. لا يمكن أن نسمح ولو كان بنسبة واحد ولا نص بالمئة أن يعني يتم تسريب أراضي للصهاينة. الآن اللي بيقول لك نظرية المؤامرة، وما نظرية المؤامرة؟ إحنا شفنا المؤامرة على وضع الأرض وشفنا استهداف الأردن. فأن تقول لي في هذا الظروف أنك يمكن أن تفتح بابا مواربا حتى لمثل هذه الأفعال، هذا مرفوض تماما، وهذا يأتي في صميم رفض أردني مبدئي ومن ثم ردة على الصفقة المشؤومة التي تسمى صفقة القرن. يعني هذا يقودني للسؤال عن مزاج المجلس خاصة بعد صفقة القرن. هل فعلا ارتفعت الحساسية عند النواب، بعيدا عن النواب الإسلاميين الذي يعني يملكون مثل هذه الحساسية بطبيعة الأشياء، هل ارتفعت الحساسية فيما يتعلق في قصة هذا الكيان وهذا الصهيوني وبالإمكان أن يكون هنا موجود؟ هل شعرتي فعلا أنه المضاد الحيوي بدأ ينتشر في أركان المجلس؟ للأمانة أخي الكريم اليوم ليس فقط يعني كتلة الإصلاح هي من حملت هذا الهم، يعني حتى تكون منصفين الكثير من النواب المعروفين بخلفياتهم القومية وما إلى ذلك تحدثوا بإسهاب في هذا الموضوع، وهذا ما يسعدني الحقيقة أن يعني تكون كتلة الإصلاح وكثير من النواب يعني يحملون هم الوطن. يا ريت مش بس في إقليم البتراء، أنا بتمنى في أيضا في المفاصل التي تتعلق بالوطن على إطلاقها. ولكن اليوم قلت لك كان الحقيقة أداء مشرف، كان هناك إجماع، كان هناك غضبة. يعني أنت لو اللي بيشوف الجو الجلسة يقول لك هذه معركة الحقيقة حامية الوصيف. فالحمد لله أن الأداء تحول من معارك شخصية بين فلان وفلان واسم فلان وفلان إلى أن يكون الاختلاف من أجل مصلحة الوطن. أنا بالعكس أرى اليوم ما جرى شيء صحي جدا، يعني نأمل أن تستدام هذه المواقف في كل ما يتعلق في سيادة الأردن واستقلاله والرد على الكيان الصهيوني الصعب الصائم. اليوم هذه نقطة يجب أن يبنى عليها ولا تكون منفصلة في دائرة كل ما يتعلق بصفقة القرن. يعني أخي الكريم الشيء بالشيء يذكر، يقال أن الأردن الآن سيقام في ورشة تطبيعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اسمها رؤية المتوسط 2030، وسيقوم الكيان الصهيوني بالتواجد والحضور والمشاركة. طب ما هذه نفس الشيء، أنت الأصل أن تغلق الباب برد حاسم قوي في صحيح. كل ما يتعلق بالعلاقة الصهيونية في صغير الأمور وكبيرها، في النشاطات وفي القوانين وفي كل شيء. لذلك يعني ما حصل اليوم بالعكس يعني نقطة مشرفة، نقطة نأمل أنه حتى لو رجع القانون للجنة وما حسم هذا الأمر في تملك غير الأردنيين، يجب أن نوقف تماما في وجههم اليوم وغدا وفي هذا المجلس وفي المجلس القادم وإلى أبد الآبدين. بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك، على كل هذه التوضيحات والموقف المحترم المقدر. شكرا لك سعادة النائبة الدكتورة ديما طهبوب. شكرا سعادتك. يعني رحنا اليوم لجلسة اليوم، واحدة من أهم الأمور النقاش حول قانون سلطة إقلام البتراء التنموي، ويبدو أن النقاش حول تملك الأجنبي، أو أتمنى أن تصل الحساسية بالجميع إلى ما قالته الدكتورة ديما فيما يتعلق بهذا الأمر، ولا نسمح لا تشريعيا وأن أن 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 يكون لهم أي فرصة بالاقتراب من البتراء وأراضيها، لأن لهم أطماع، لهم ممارسات شهدناها في مقام النبي هارون، ولهم رواية حول هذه المنطقة. نتمنى أن نحصن أنفسنا من هؤلاء أكثر فأكثر، وهذا أضعف الإيمان. نكتفي بالحديث عن هذا الملف، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إلى ملفات أخرى متعددة من استوديو اليرموك.